شوف بعد ما سانجي راح للوفي واداله اكله وطلب مساعدته انه ينقذ عيلته، وكمان شفنا ابن البغمام الثاني كاتاكوري جه على الجزيره دي، وبنعرف في الوقت ده ان فاضل 3 ساعات وحفله الزفاف تبدا. بنشوف نامي بعد ما عرفت ان لوفي رجع للمكان اللي وقعت سانجي فيه، وبتفتكر ان كان في مرايه معاها هناك وكسرتها، بينادوا فيها على لوفي، وفجاه لوفي بيسمع صوت حد بينادي عليه، بينادي عليهم هو كمان وبيقدروا يسمعوا بعض، لحد ما لوفي بيلاقي جزء من المرايه وبيتكلموا مع بعض وبيطمنوا على بعض. بيسالوا بيدورو ان سانجي معاك، هل هنرجع ولا لا؟ بيعرفوا لوفي انه مش هيرجع غير لما يدمر حفله الزفاف تبع سانجي وينقذ عيله سانجي، بعدها سانجي هيرجع وهنمشي مع بعض. بيتصدم الطاقم اللي سامعينه، بيعرفوا سانجي ان دي واحده من اليونكو وما ينفعش اللعب معاها، وفجاه كله بيقول له احنا معاك يا قبطان في اي حاجه انت عاوزها. بيبدا جيمبي انه يشرح لهم ان اللي شافوه ده من جيش البغمام فده بيكون شويه بس صغيرين من الجيش الحقيقي، وان في حفله الشاي دي هيحضروا فيها الحكام الثمانيه، ودول بيكونوا اقوى اشخاص عند البغمام وقوتهم جباره جدا، ده غير اشخاص الجرايم من العالم السفلي. بيعرفوا بعدها ان هم كده 8 اشخاص بس، ولو دخلوا في قتال مع البغمام مش هيطلعوا منها خالص احياء. لوفي واقف بيسمع الكلام ده ومش عارف يرد عليه. بعدها جيمبي بيقترح اقتراح وبيقول لوفي تعرف شخص اسمه كابن بيج؟ بيتخض لوفي من الاسم. بعدها بنشوف واحد من الحكام الثمانية تشارلوت جه على جزيرة الكيك هوك، وبنشوفه بيطلع شيء من جسمه وبيفتح الباب من جوه، ده الشخص اللي اخد سانجي من جزيرة زو. بيعرفوا جيمبي ان كابن بيج ده واحد من الجيل الاسوأ وشهرته زي شهرتك بالظبط، يعني جيمبي بيقصد انه قوي جدا زي لوفي. بيعرفوا ان في الويست بلو فيها 5 عائلات مافيا اقوياء جدا، ودول اللي بيتحكموا في العالم السفلي وعالم الجريمة بالكامل، كابن بيج واحد من حكام عالم الجريمة ورئيس واحدة من المافيا دول، بس دول بيشتغلوا قتلة مأجورين بس، وما بيهتموش بالشخص اللي هيقتلوه مكانته ايه او رتبته ايه، طالما انك هتدفع الرقم المطلوب في الفلوس. بنروح نشوف كابن بيج وبنشوف البغمام وهي بتعين الرئيس الامن في الحفلة بسبب قدرة القلعة اللي عنده. نرجع للوفو بيسأل جيمبي انت ليه بتقول لي كل المعلومات دي؟ ان في حفلة الشاي ناوية البغمام انها تقتل عائلة الجيرمي وتستولي على الاختراعات بتاعتهم، في نفس الوقت هيقتل كابن البغمام. الكل بيتصدم من اللي هما سامعينه. بيعرفوا جيمبي تاني ان بيكومس اللي جابهم على الجزيرة دي قابل قتله عشان كان عاوز يخون البغمام وهو مرضيش، لكن قراصنة الشمس شافوه وهو بيسقط في البحر واخدوه على الجو دلوقتي وهو بيستريح. بيقول جيمبي للوفي وسانجي لنتعاون مع كابن في الظروف دي. لوفي بيتصدم من اللي هو سمعه هو والطاقم، بعدها بيتجمعوا وبيروح عند قلعة كابن بيج، وبيقابلهم شخص من طاقم كابن وبيرحب بيهم وبيقول لهم لازم تستحموا عشان ريحتكم وحشة. نروح نشوف باقي الطاقم وهم بيتكلموا مع مراد بيج، وبتسألها انت عرفت لولا منين؟ بتعرفها نامي ان لولا صاحبتها. بنشوف ان كان في امير اسمه لوكي وانه كان بيحب لولا جدا، والراجل ده كان امير جزيرة الباف دولة العمالقة، والبغمام كانت سعيدة بالزواج ده لانها كانت هتقدر تتحكم في الجيش اللي اتقال عليه انه اقوى جيش في العالم، لكن لولا هربت وبوظت خطة البغمام، وبعدها دخلوا في مشاكل مع بعض مع العمالقة، لكن البغمام كان نفسها ان يكون عندها جيش من العمالقة. بعدها عرفت العالم سيزر وبدأ يعملوا تجارب على انها تحول البشر العاديين الى عمالقة، لكن زي ما شفنا كده في ارك البنك هازر اللي لسه ما تكلمناش عليه، وانه المختبر اتدمر واستولى عليه الحكومة. بعدها البغمام كرهت لولا ودورت عليها عشان تقتلها. بعد ما بيستحموا الطاقم وبينظفوا نفسهم بيشربوا لبن اسمه لبن الطاقة، وبترجع سنة لوفي تاني وبروك بتتشفي كل جراحه. بيتجمع كلهم وبيروحوا الاجتماع، بيدخل عليهم لوفي وبيفضل يضحك مع الناس اللي هناك شوية وبيهزر معهم. لحد ما بيدخل عليهم كابن وبيقول لهم اه الحمد لله انكم استحميتوا عشان انا كنت شامم ريحانتنا من على بعد، وهو فعلا قال لهم كده في المسلسل بس مش قوي يعني. بعدها بيقعدوا وبيقول لهم ان فاضل 3 ساعات ونص على حفلة الشاي، يا نتفق فيها مع بعض او مش هتخرجوا من هنا. بعدها بنشوف الابن الرابع او فين وصل هو كمان للجزيرة دي. نرجع للوفي والطاقم وهم بيفضلوا يبصوا لكابن بسبب الكلام اللي قاله. بعدها سانجي بيقول له لو انا مت مش هتبقى في حفلة زفاف اصلا، وهتخسر فرصتك انك تقتل البغمام يا ابن اللعيبه. بيقول له ايوه ما هو ده اللي مخليني ما اقتلكش دلوقتي. بعدها بيبص لوفي وبيلاقي سيزر موجود معاهم، بيفتكر سيزر اللي حصل معاه بعد ما البغمام مسكته واخدته وخليته يحاول يصنع عقار يحول البشر لعمالقه عندها، لكن سيزر بيقول ان مفيش عقار زي ده اصلا موجود، لحد ما بيخش عليه كابون وبيطلعه بالمقابل ان يساعده، وكمان معاه قلب سيزر عشان لو غدر بيه ولا حاجه. نرجع تاني لوفي وكابون وبيقول له ليك النيه انك تتعاون معايا ولا لا؟ بيرد عليه لوفي وبيقول
كله ماشي نتعاون مع بعض. نروح نشوف حكام الجرايم وصلوا هم كمان للجزيرة دي. نرجع للوفي وساندي وبيقول ازاي هنقتل شخص ما بيتأثرش بأي هجوم زي المسدسات او السيوف. بيقول كابن انه عارف وهو تحالف مع البيغمان من سنة وشافها في كل المعارك بتاعتها ودايما ما كانتش بتتصاب ولا هجوم، لكن كابن خلى سيزر يصنع فيروس كيميائي بيقدر انه يدمر الشخص بكل سهولة، لكن عشان ينجح مع البيغمان لازم تستنفذ كل قوتها وده لازم يكون في 5 ثواني بس عشان البيغمان معاها اتبعها الاقوياء وانهم هيهاجموا عليهم بعدها. لكن في شيء حصل من حوالي 7 شهور، البيغمان كانت عاملة حفلة وكان في صورة لشخص، والصورة دي كانت دايما البيغمان بتحطها قدامها في اي مناسبة، لكن الصورة دي وقعت بالغلط على الارض واتكسرت. وبيقول ان البيغمان جالها صدمة والصدمة دي خلتها تفقد كل قوتها ووقعت على الارض واتجرحت بكل سهولة. من الاخر كده هم عاوزين يخلي البيغمان تخش في حالة صدمة عشان الفيروس يقدر يشتغل عليها. بيقرروا ان في حفلة الشاي هيكسروا الصورة دي لنصين وطبعا بعد كده هيضربوا عليها الفيروس. الكل بيوافق وبيطلب كابن كمان ان لوفي يكون طعم عشان يشغل اتباع البيغمام عنه شوية. بيوافق لوفي. دي كانت خطة اغتيال البيغمام. نيجي بقى لخطة الخروج من الجزيرة كلها. بيقول كابن ان عنده قدرة انه يدخل ناس جوه جسمه بعدها يخش جواه وسيزر هيطير بيهم لحد ما يدخلهم في عالم المرايات بقدرة برولي، وهيكون في غواصة مستنياهم في البحر، بس لازم يكون في مراية في سفينة قبعة الكوش عشان هم كمان يروحوا لسفينتهم. وكل بيوافق على خطة الدخول والخروج دي وكلهم بيستعدوا ان بعد 3 ساعات هيكون اغتيال البيغمام منتشر حول العالم. نرجع لأتباع البيغمام وبيلاقوا شخص مقتول منهم. بيفكروا مين يعمل كده لحد ما بيروحوا عند غرفة سانجي. سانجي مش في الأوضة أصلا لأنه نايم الحارس بتاعه مكانه، لكن بعدها بنشوف ان سانجي بيجري عشان محدش يكشف انه مش في الأوضة. لحد ما بيحاولوا يدخلوا بيلاقي سانجي هو اللي بيفتح لهم الباب بيقول لهم في حاجة وبيشوفوه كده وبعدها بيسيبوه وبيمشي. نروح نشوف الجزيرة والناس كلها فرحانين وحتى جنود جيرمي كلهم بيستعدوا فرحانين. نروح للبغمام وهي بتصرخ وبتقول ان اللعبة بتاعتها ما بتتحركش لحد ما بيجي لها سحابة الشمس وبيعرفها انها ما تشغلش بالها باللعبة دي وتفكر بس في حفلة الشاي بتاعه النهاردة اللي هتكون فيها حلويات من اللي هي بتحبها. بتقتنع البغمام بكلام وبترمي الهيكل العظمي بعيد. نروح للجيرمي وهم كلهم لابسين الحتة اللي على الحبل ورايحين عشان يحضروا حفلة الشاي. نروح نشوف العريس وهو بيحضر نفسه وبنشوف كمان العروسة وهي بتستعد وبنشوف سانجي وهو رايح للعروسة وبيفتكر كلامها عنه وانهم تافهين، ولكن وفجأة بيشوفها سانجي وبتجيله صعقة كهربائية من جمالها. نروح لكابن وهو واقف مع عائلة الجيرمي وعاوز يفتشهم لكن بيرفضوا، ولكن كابن بيرفع عليهم الأسلحة وكان هيدور قتال ما بينهم، لكن أبوهم بيوقفهم وبيقول احنا هنا مش عاوزين نعمل مشاكل وبيخليهم يتفتشوا. في الوقت ده بنشوف حكام الإجرام كله وحكام العالم السفلي كمان وصلوا هم كمان لحفلة الشاي، والمكان والأغاني والموسيقى كلها بتكون حلوة بصراحة والناس عمالين ياكلوا ويشربوا كلهم مبسوطين على الاخر. بنشوف شخص على الباب ومش عاوز يتفتش لحد ما فجأة الراجل ده بيتضرب بحاجة وبيموت. بيبص فوق وبنشوف واحد من الحكام الثمانية كاتاكوري وعليه مكافأة 1,075,000,000 بري. بيقول له قابل ليه قتلته؟ بيقول له انه في المستقبل الراجل ده كان جاي عشان ينتقم من البغمام وانتم مش هتدخلوه فهيضطر يخرج مسدس ويقتل واحد من اتباعك عشان كده انا قتلته. وهم واقفين بيشوفوا اتباع الراجل اللي مات من شوية ده بيهاجموا عليهم وبيفجروا المكان، ولكن بيتصدى ليهم 2 من الحكام وبيهزموهم كلهم. بنشوف واحد من الجنود وهو شايل صورة الشخص اللي اتكلموا عليه واسمها مازر كراميل. بيحاول واحد من الموجودين يسألها مين دي لكن بتقوله انت متطفل وبتقتله. بنشوف اتباع كابون وهم بيحطوا متفجرات في كل مكان. بيسألها واحد من الموجودين عن الكنز العظيم اللي جالها من جزيرة البرمائيين. الكل بيتفاجئ انها حصلت على الكنز ده. بنشوف كابون وهو بيطلع سيزر من جسمه ومعاه مراية كبيرة وبيقول له خبيها بعيد عشان نقدر نهرب منها بعد ما نخلص. كابون بيدخل الحفلة وبيشوف كل المعازيم وكله بيكون مستعد داخل كابون. حفلة الشاي بدأت الصواريخ تتضرب فيها في كل مكان والعرسان داخلين دخلة الملوك والسانجي سعيد جدا. كابون بيشوفه كده بيقول له الله يخرب بيتك انت بتمثل ولا بتتجوز بجد؟ بيروحوا العرسان للمكان اللي فيه الراهب. كل ابناء البغمان بتجهز. بنشوف بودرغ وهي مجهزة السلاح ورا ظهرها. بيشيل سانجي الفستان اللي على وشها وبتفتح عينها التالتة لكن بتلاقي سانجي بيقول لها ايه العين الجميلة دي. بتقع بودرغ على الارض وبتنهار وبتعيط. فكرتني والله بالعرسان المصريين لما البنات بتفضل تعيط يوم فرحها.
بيغ مام مش فاهمة ايه اللي بيحصل، بتفتكر بودنغ ذكرياتها وان مفيش حد قبل كده قال لها كلمة حلوة، دايما كانوا اخواتها بيتنمروا عليها بسبب عينها. بتشاور البيغ مام للمأزون وبتقول له اقتله. بيشوف كاتاكوري المستقبل وبيقول هيتفاداها عشان سانجي عنده الهاكي برضه. بيحاول هو يضربه لكن بيتفاداها وبتيجي في المأزون وبيضرب المأزون بالغلط النار اللي بتكون إشارة القتال بين أبناء البيغ مام والجيرمي. لكن وفجأة المكان كله بيهتز وبيطلع نسخ كتير من لوفي وبيطيروا في الجو. نرجع ساعتين لورا قبل الزفاف، لوفي بيروح جزيرة الإغراء وبيجيب شوية حيوانات من هناك وبيخلي برولي تعمل نسخ كتير منه. عاش يا ابني والله على الخطة دي. نرجع للحفلة ونسخ لوفي عمالة تهاجم على المكان كله. بتشوف سانجي وهو طاير بالعروسة. بنشوف البيغ مام وهي غضبانة جدا وبتنادى على لوفي، ولوفي بيرد عليها وبيقفوا هما الاتنين قصاد بعض. بيجري لوفي عشان يجيب الصورة. بتحاول البيغ مام تهاجم عليه وبيستعد لوفي ان يهاجم عليها هو كمان، لكن وفجأة بنشوف كاتاكوري بيقدر يمسك لوفي وهنعرف مسكه بايه قدام شوية. لوفي مش عارف يخرج لحد ما بيجيله جيمبي وبيضربه بالعصير اللي موجود وبيحرر لوفي. بيعرفوا ان كاتاكوري اكل فاكهة حلويات وقدرته قوية جدا، لكن المضاد ليه هو اي سائل. بيقف جيمبي قصاد البيغ مام وبيعرفها انه ساب الطاقم بتاعها وانضم لطاقم قبعة الكاش لوفي. بتحاول تفعل قدرة سلب الارواح على جيمبي لكن بدون اي تأثير على جيمبي. قدرة سلب الارواح اللي عند البيغ مام بتعتمد على خوف الشخص اللي قدامها. بيعرفها جيمبي انه ما عندوش ذرة خوف منها وبيعلنها صراحة كده ان قبعة الكاش لوفي هو اللي هيكون ملك القراصنة في المستقبل. الكل بيشوف كده وبيكونوا مبسوطين، لكن البيغ مام بيكون عندها رأي تاني وبتستخدم الشمس وبتهاجم على جيمبي. لكن وفجأة لوفي بيجيب الصورة وبيكسرها قدامها. احداث رهيبة هنشوفها الفيديو الجاي، هل سانجي هيموت ولا البيغ مام هتموت؟ قبل ما تمشوا ما تنسوش الاشتراك واللايك وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.